أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، منشكر كل يلي انضموا لنا اليوم ومنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أمنيات. بمستهل برنامجنا منبقى مع الأخبار المتفرقة مع الزميلة تغريد جرجور. أهلا بكم مشاهدينا إلى عرض لأهم أخبارنا المتفرقة من أمنيات. أوباما اتصل بعباس ملتزمون بإنجاح مهمة ميتشل لتحقيق حل الدولتين. موسى انتقد انضمام إسرائيل لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية. قائد سلاح الجو بإسرائيل: نستطيع ردع حزب الله حالياً ولكن لا نعرف إلى متى. زيت الزيتون والشاي الأخضر والعلكة يحمون الأسنان من التسوس. ثعلب سارق أحذية يعود لممارسة نشاطه مجدداً في ألمانيا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام الإدارة الأمريكية بإنجاح مهمة السيناتور جورج ميتشل بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. واتفق أوباما وعباس على التركيز على قضايا الوضع النهائي كافة وتحديدا على مسألتي الحدود والأمن في الفترة القادمة والامتناع عن أي إجراءات استفزازية من شأنها تدمير الثقة بين الجانبين. وأكد أوباما التزامه العميق بعملية السلام حرصا على المصالح العربية والإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية والدولية، وحرصه على لقاء الرئيس عباس في واشنطن خلال الفترة القادمة، وذلك للحديث بشكل معمق حول كافة الأمور المتعلقة بصنع السلام. انتقد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قرار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية قبول انضمام إسرائيل في عضويتها، معربا عن أسفه لأن تنضم دولة قائمة بالاحتلال لمنظمة دولية، لافتا إلى أن إسرائيل تستثمر ثروات الأراضي العربية المحتلة لتدخل في حساب دخلها خاصة في هذه المرحلة الخطيرة. أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال عيدون حشتان أن إسرائيل تستطيع حاليا ردع حزب الله وحماس، ولكنه لفت إلى أننا لا نعرف ما إذا كان هذا الردع سيستمر خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الظن بأن هاتين المنظمتين لا تباليان بشيء هو ظن خاطئ، إذ أن لهما التزامات تجاه المواطنين وتجاه نفسيهما، وأنهما توليان أهمية كبيرة للبقاء في الحكم. كلام قائد سلاح الجو الإسرائيلي جاء خلال مؤتمر عقد الأسبوع الماضي في معهد فيشر للبحوث الاستراتيجية في مدينة هرتسليا. أظهرت تجارب أجراها باحثون أمريكيون أن زيت الزيتون والشاي الأخضر والعلكة يحمون الأسنان من التسوس. وأشار تقرير متلفز إلى أن بقع التسوس تتكون عندما تلتصق البكتيريا على سطح الأسنان مشكلة طبقة لزجة تتكاثف مع الوقت وتتسع رقعتها حول السن وأطراف اللثة. وأضاف التقرير إن تناول كوب من الشاي الأخضر يوميا يقلل خطر خسارة الأسنان بنسبة 20%. فقد أظهرت التجارب التي قام بها الباحثون في الولايات المتحدة أن الشاي الأخضر غني بمادة بوليفونولز التي تمنع البكتيريا من الالتصاق على الأسنان. وتوصل باحثون في جامعة مدريد إلى أهمية زيت الزيتون في حماية الأسنان بعد أن لاحظوا أن لدى سكان المناطق المصنعة للزيتون مستويات منخفضة بدرجة غير معهودة من تسوس الأسنان وأمراض اللثة. واكتشفوا في زيت الزيتون مادة مضادة للبكتيريا تدعى جران نيجاتيف المسؤولة عن أمراض اللثة وتآكل العظام، إضافة إلى أن زيت الزيتون يغلف الأسنان بطبقة من الدهون تمنع التسوس.
وأوضح الباحثون أن للعلكة آثاراً إيجابية شرط ألا تكون غنية بالسكر، مشيراً إلى أن مضغ علكة فيها كزيليتول وهي مادة بديلة عن السكر تساهم في حماية الأسنان وهي تقتل البكتيريا عبر تجويعها، لأن البكتيريا لا تستعمل هذه المادة لتتغذى. وتبنت هذه النظرية كلية هارفارد لطب الأسنان التي لاحظت أن الذين يمضغون العلكة بانتظام قلت عندهم نسبة التسوس بين 40 إلى 60%. عاد ثعلب ألماني اشتهر بولعه بالأحذية لممارسة هوايته المفضلة في سرقة الأحذية بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها. كان هذا الثعلب حقق شهرة واسعة عندما سرق ما بين 200 إلى 250 حذاء العام الماضي في بلدة فورين بولاية رايلاند بفالس غرب ألمانيا. وعاد اللص من جديد لسرقة الأحذية سواء النسائية أو الرجالية القديمة والحديثة ذات الرقبة أو الكعب العالي من حدائق المنازل ومن أمام أبوابها في البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة. وقال الرجل الذي يمتلك الغابة التي يعيش فيها الثعلب اليوم إن الثعلب يسرق الأحذية على الأرجح حتى يجد صغاره شيئا يلهون به. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية عرضنا الإخباري لهذا اليوم، نتمنى لكم وقتا ممتعا مع بقية فقرات برنامجنا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.